نوفل الصحة أميمة ميرسي اما قبل راهو في بين نوفل شفنا البارح في ستوريات جيهان ميلاد وفي ستورياتك زاد اللي احتفلتوا بعشر سنين عرس أي. ما شاء الله ستوريات جيهان وحتى كي نعمل ستوريات هي توريهم لجيجي نحب تحية ليها مع تحية عشر سنين عرس مع جيجي تعداو كأنهم عشر دقائق في صفيصة اما تحسك اللي مسؤولية عشر سنين عرس ان شاء الله ربي يفضلكم لبعضكم ربي يفضلكم الياس وعزيز ان شاء الله يتربيو في عزكم حضرت كويز 10 دو مارياج نمشي وكويز ستار تايم كويز ستار تايم بعد 10 سنين عرس الحب قعد حب ولا تحول العشرة نوفل لا يقعد حب والعشرة تزيد تقوي يولي حب وعشرة زوز أي الحب وعشرة ولكن ليزاستيوس اللي نعرفه مع بعضنا العشرة تقوي الحب علاش يقولوا الحب يتفقد بالعوام يولي عشرة ويولي يستنسوا ببعضهم تولي تعود أكثر من حب اي ما معناتها يقولوا كيكا معناتها يقولوا كيكا باش يبداو يبرروا العرك والمشاكل دونك دونك العشره تزيد تقوي معناتها تولي العبد تعرفه تعرف لي كوليس نتاع حياته وكذا اما يلزمها تزيد تقوي بعد 10 سنين عرس شعارك حلو ومر لين يتعدى العمر والا كل يوم حبك يزيد الهدف انه كل يوم حبك يزيد بيان سور فما حلو ومر ويلزم نتعداوها مع بعضنا بيان سور والقوه انه الحب الحاجات المره يردهم لك حلوين معناتها اي ازمه يلزم تصير يلزم الحب يقوي والحب يخليك تنسى يمكن الخايب هذاك علاش لازم مهم برشا انه الحب موجود في بين الكوبل بعد 10 سنين عرس تنصح العزاب وانت تنظر معرس انت مش معرس فوالا دونك فوالا تيوريك مو سهله صار ماشي شكيكة هي لا عليك انت تيوريك مو ليه شباب توا ليه معناتها اموركم ما تعجبش برشا بالحق بشرك بالخير اي فوالا خفيف شويه نحسكم لا 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 باس باس مازالوا فما شكون مش خفيف و وقت باش عرس سنين ولا عام جاي ان شاء الله في بعد شهرين نعطيك الدات من بعد وتنستدعاك باهي ربي يهنيك يعيشك بعد 10 سنين عرس تنصح العزاب يعرسوا ولا يزيدوا يتمتعوا بالعزوبيه؟ لا ننصحهم يعرسوا ويعرفوا انا اللي يخدموا معايا الكل ديما ننصحهم يعرسوا خاطر العرس انا بالنسبه لي العرس معناتها انا عشت عازب وحدي في تونس معناتها عديت يجي 13 سنه وحدي ساكن وحدي معناتها بعد الفاك واحد دونك العرس انا عاوني على الاخر وبيان سور معناتها الافونتاج انه مرتي من الدومين دونك فاهمه الدومين تعرف تجي اوقات اللي نبدا مش لاهي بها كوم يلفو كذا نلقاها دز معايا تعاوني على الاخر دونك العرس بالنسبه ليا كي يبداو كوبل فاهمين بعضهم بيان سور العرس خير برشا من كسمعتوا يا جماعه نوفل يشجع فيك انا حدا في البيرو يعرفوني نعاون ومش لازم تعرس كبير مش لازم تقول لا 33 لا عرس صغير كي يبدا فما استقرار يبدا خير بيان سور. ان شاء الله ربي يعنيك نوفل بعد 10 سنين عرس، شنو هو الخلاصة اللي خرجت بها؟ شنو هو سر نجاح العلاقة الزوجية؟ سر نجاح العلاقة الزوجية لازم يكون حب ويلزم نعديو لبعضنا، اي سورتو أنا وجيجي متفاهمين، ما يلزمش حبه في شيء على الآخر خاطر معناتها ما يلزمش تعملوه حب قدام العباد معناتها ولا ينهبطوا تصويره زعما نحبوا بعضنا ولا في سواري حبيبي وكل لغه هذيك نتاع التشقنيسك اللي باش تظهروه حب في الايماج لا يلزم تعيشوه في حياتكم اليوم فوالا لا حتى قدام في السهريات ساعات نخرجوا نسهروا مع دي كوبل راه مره كوبل خرجنا معاها تعقدنا تلمو يحبوا بعضهم بعد جمعه سمعنا بهم طلقوا معناتها الافلام هذيك ما يلزمكش تحب باش تعمل افلام ولا يلزمك تعيشوا فوالا ويزم فوالا معناتها وديما المراه مخها اكبر بصراحه وجيجي عديت لي اكثر برشا من معناتها وسعت بالها معايا برشا درك على جيجي اكثر اي درك على المراه اكثر وفي الحظر فقنا المراه قداش تتعب معناتها تخدم الصباح وتجي وقداش لاهي بالولاد وقداش معناتها فريمون بيان سور المراه هي اللي تهز الكوبر ربي يهنيكم حياتي اذا متهني سكو جيهن هزت ربي يفضلك ليها وربي يفضلها ليك وان شاء الله ربي يتربيوا في عزكم صغيرات ومتفرحوا بهم